ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، عدد كبير من المبادرات المتنوعة بتتم تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كيف غير ذلك شكل الحياة في مصر والصعيد بشكل خاص؟ والحقيقة أول ما بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دايما التساؤل من أين نبدأ، يعني لأنه المشكلات كانت كثيرة جدا، تتعلق بالصحة، تتعلق بالتعليم، تتعلق بانقطاع الخدمات عن الأقاليم والريف بالذات والقرى والتوابع. فالحقيقة يعني مبادرات الفيروس دي، مبادرة 300 مليون صحة، كشف المبكر عن الأورام، التقزم، كل ده الحقيقة جه مع يعني درة المبادرات اللي جمعت كافة المبادرات الرئاسية في حياة كريمة، اللي هو طبعا على مدى عقود كان القرى والتوابع او الاقاليم عموما مظلومه عن القاهره والاسكندريه. المدن الرئيسيه هي اللي بيتم فيها الخدمات وباقي القرى والتوابع مش موجوده. حياه كريمه جابت التنميه العكسيه، يعني ان هو احنا محتاجين القرى والتوابع، يعني اكثر من نصف المصريين بيعيشوا في وضع كان صعب، الطرق مقطوعه، ما فيش خدمات، ما فيش بريد، ما فيش مدارس، ما فيش مراكز صحية، كل ده اتعمل في هذه المبادرة المهمة اللي يعني تكلفتها هتتجاوز تريليون وأكثر من تريليون جنيه. صحيح. توصيل المياه، توصيل الصرف، توصيل الخدمات، زي ما احنا قلنا الاي تي ام، البعشات، الرقمنة، انه يبقى في انترنت. يعني دايما الرئيس كان يقول ان احنا مش عايزين بس الخدمة توصل، انه يبقى في كهرباء او مياه او صرف، لا، تبقى بجوده عاليه. فكره تحسين جوده المواطن، الطفل اللي كان بيمشي يعني عشرات الكيلومترات على رجليه في طرق صعبه عشان يروح مدرسه، اصبح بيلاقي المدرسه قريبه منه، بيلاقي طريق كويس يقدر يمشي عليه. ودي خطه الحقيقه، يعني على مدى سنوات الحياه الطرق كانت سيئه، القرى محاصره، بيبقى صعوبه حتى الفلاح اللي بيزرع وعاوز يصرف محصوله بيجد ده صعوبه، فيضطر يتنازل وياخد سعر قليل. الحقيقه التنميه العكسيه للصعيد شملت مش بس المحاور اللي ربطت غرب النيل بشرقه، كمان مستشفيات، كان في مستشفى سوهاج الجامعي، في مستشفى في بني سويف تم رفع كفائتها بشكل كبير وتكلفت ما يقرب من 3 مليار جنيه. طبعا دي اظن في بيبا وبعض المدن، وفي القريه اللي احنا فيها دي الحقيقه الناس شايفه قد ايه الخدمات والطرق والمستشفيات والمدارس والوحدات الصحيه. فكان الرئيس قبل كده في سوهاج المستشفى الجامعي، ثم في المنيا كان في المنيا الجديده ومشروعات يعني مناطق صناعيه ومناطق مجمعات زراعيه، نفس اللي حاصل هنا في بني سويف. قبل كده كان في اسيوط او قنا او اسوان. فكرة ان الصعيد يبقى على قدم المساواة مع الوجه البحري، وتبقى القرى على قدم المساواة مع المدن، بيدعم فكرة انه يخلق فرص عمل، يبقى فيه قدرة على عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة. فبالتالي اعتقد حياة كريمة برغم مرور يعني سنوات على بدأها، الا انه برغم وجود كورونا او غيره، الا ان الدولة استمرت في هذه المبادرة بشكل كامل. نعم. وده بيعمل مساواة بين الريف والحضر في هذه المبادرة. طيب أستاذ أكرم، يعني من خلال كل هذه المبادرات ومن خلال هذه التنمية، ما هي رؤيتك لرد فعل المواطن في صعيد مصر بعدما كان يعاني المعاناة الشديدة؟ ونحن نتحدث اليوم ليس فقط عن توفير الاحتياجات وتوفير الخدمات من صحة وتعليم ومشروعات صناعية وزراعية مختلفة، لكنه أيضا نتحدث عن جودة هذه الخدمات وجودة هذه المشروعات. ما هو يعني دور المواطن في الصعيد بعدما يشعر بكل هذا الاهتمام؟ بالتأكيد مساهمة المواطن هتكون أكثر في التنمية، لأنه طول ما الريف كان محروم من الطرق، من الطاقة، من الإنترنت، من المدارس، من الصحة، بالتأكيد بتتدهور الأحوال، وكمان بيبقى الريف طارد. كمان الحقيقة وجود جامعات في الأقاليم، وجود مناطق صناعية في كل مكان، فيه النهاردة البنية الجديدة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة، بني سويف الجديدة والفيوم الجديدة، كل ده على مدى الصعيد كله مدن كاملة تستوعب من 70 ل 100 ألف، وبعضها كلها من الجيل الرابع وغيره. هذه المدن وهذه المناطق الصناعية والزراعية
بتدعم فكره انه يبقى توليد فرص عمل، قدره على عمل مشروعات صغيره ومتوسطه، قدره على المساهمه في التنميه، الربط بالمكان، المدارس والمراكز الصحيه وغيره، فكره الرعايه الصحيه للسيدات او للاسر بشكل كبير. ممكن ده كله هيساهم بالتاكيد في توعيه اكتر، في فرصه ان هم يبداوا يدركوا اهميه انه يبقى في مشروعات صغيره ومتوسطه سواء في المناطق الصناعيه او بشكل عام في المنازل. كل مشروع صغير او كبير بيولد من 2 لـ5 لـ10 فرص عمل، احيانا بتوصل لـ20 و30 زي ما شفنا في المنطقه الصناعيه في سوهاج وفي المنيا في اسوان وفي قنا وفي غيره. اظن بني سويف يعني هذه القريه اللي احنا موجودين فيها يعني بشكل كبير جدا فيها خدمات وطرق وغيره. رد فعل المواطن بالتاكيد هو انه بيشعر بالمشاركه وبيشعر بالتاكيد بمكان ازاي التساؤلات احنا بنودي الموازنات فين او بنصرف فين، بنصرفها على هذه الخدمات بتوزيع عادل اكثر، يعني عداله التنميه من الشمال للجنوب. ده جزء مهم، قد لا تظهر النتائج بشكل راسي لكن بتظهر بشكل افقي، بمعنى انه في قرى كانت منسيه تماما اصبحت على الخريطه واصبحت بتشارك في التنميه وبخدمات بتوصلها بشكل كبير. صحيح، يعني ما دمت حضرتك ذكرت يعني هذه المسألة وفكرة ما هو الانعكاس لهذه التنمية في قرى صغيرة ونجوع في مناطق مختلفة من مصر، بالتأكيد انعكاسه على الاقتصاد المصري بشكل عام سيتضح. وكما ذكرت حضرتك مسألة الهجرة، يعني أنه سيصبح في كل منطقة من مناطق مصر تنمية في حد ذاتها وتطور في حد ذاته، وبالتالي لن يكون هناك الرغبة المحمومة التي كانت من قبل في الهجرة إلى المدن الكبرى. بالضبط طبعا، لأنه الحرمان من الخدمات بيجعل الريف وبحري سواء في بحري أو بالوجه القبلي تقريبا طارد. لكن إذا احنا إذا ارتبط بالأرض، إذا في زي ما قلنا مشروعات صغيرة ومتوسطة، إذا في براح ومدن صناعية وأفكار تجارية وأفكار مختلفة، اعتقد ربط شرق النيل بغربه يبقى في مشروعات صيد، مشروعات زراعه، مشروعات تصنيع، مشروعات صغيره متوسطه، كل ده بيساهم بالتاكيد بربط الشخص بالارض. والمدارس بتولد فرص عمل، الوحدات الصحيه بتجذب فرص عمل من اهالي سواء من اهالي المنطقه او المحافظه او القريه او حتى المدينه، وبالتالي ففي فكره عداله التنميه بتضاعف من الدخل القومي، بتقلل من نسب الفقر بشكل كبير. يعني نعم استاذ اكرم، يعني بعد وصول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الى بني سويف وتحديدا لقريه سدس الامراء، كيف كان استقبال واحتفاء المواطنين بسياده الرئيس؟ عدد كبير جدا من المواطنين الحقيقه، مش بس احتفاء، وطالب يطلبوا دائما قبل الرئيس يتكلموا، لان شعورهم بانه هو قريب منهم وشعورهم بانهم قريبين منه، وانه ما حدش كان بيفكر على مدى عقود بالريف مثلا، قرى وتوابع قرى يعني دايما كان يضرب بها المثل في انها منسيه او خارج الخريطه. هذه القرى اصبحت بتجد بالفعل الدوله موجوده وبتجد خدمات وبتجد طرق وبتجد وحدات صحيه وبتجد كشف مبكر عن الاورام اللي كان سيدات بيروحوا فيها لانهم مش قادرين يوصلوا للقاهره او لغيره، اصبح النهارده في سوهاج وبني سويف مستشفيات حديثه وكشف طبي وغيره. فاحساس الناس بالفرح، احساس ما بيلاقوا طريق، حتى في قرى مختلفه اللي ما وصلهاش حياه كريمه بيتمنوا وبيبعتوا وبيتكلموا انه عاوزه توصلهم لانهم حاسين بانه في انجاز حقيقي تجاه هذا الامر. نعم، وبالتأكيد اللقاء المباشر مع سيادة الرئيس يعني بيكون له سمة خاصة لدى المواطنين، وبيشعروا أنه أعلى قيادة في الدولة بتهتم بهم بشكل مباشر وتصل إليهم بشكل مباشر، بيكون له تأثير كبير. أكيد طبعا، أكيد الاتصال المباشر بيبقى مختلف وبيبقى قادر على خلق مسافات وامتزاج بين الجمهور وبين الرئيس وبين الجهات التنفيذية، وبيجدوا ان الرئيس طول الوقت بيوجه الحكومه وبيوجه المحافظين والتنميه المحليه وغيره 24 ساعه للعمل، للاستجابه، لقدره على تقديم الخدمات. كل دي يعني بتقوي من العلاقه وبتجعل الاتصال مباشر بشكل كبير، وبتنهي تفاصيل كثيره ربما تبقى وجود الرئيس الناس بتقدم له مطالب او كده، بيبقى
والاستجابة ليها بيبقى فيها رد فعل جيد يعني. نعم أستاذ أكرم، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا، وهو عدد من يعني المواطنين. كيف رأيت ذلك؟ والحقيقة منذ اللحظة الأولى الحقيقة تحركت كافة الجهات الحقيقة، سواء لإيجاد نجدة أشقائنا في ليبيا أو لإعادة المصريين اللي توفوا ربنا يرحمهم يا رب، الدولة أعلنت الحداد على شهداء ليبيا وعلى شهداء المصريين، وتم إرسال يعني قوات وجهات مختلفة لإنهاء الإجراءات والعودة بهم لمسقط رأسهم ربنا يرحمهم، حتى اللي فقدوا اعمالهم او فقدوا بيوتهم، حتى من الليبيين اصبح في منطقه بنستقبل فيها اشقائنا الليبيين الاولى. طبعا دايما الرئيس بيوجه انه الاولى بالدوله انها تقدم للمواطنين، وتم صرف 100,000 لكل اسره متوفي كحاجه مبدئيه، وفي اظن يعني مبالغ اضافيه 25 للمصاب اعتقد، في مع توصيلهم لمنازلهم او ل وصارهم لانهم يبقوا يدفنوا في مسقط راسهم ربنا يرحمهم. فالحقيقه يعني ده شعور تاكيد دايما صحيح، يعني انه الدوله مع المواطن في الداخل والخارج دائما وابدا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.